قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يا أيها سامي.